بعد سنوات من عناء الانتظار بين طوابير المرضى من المصابين بأمراض الدم الوراثية، بات بمقدور بتول التي تعاني من مضاعفات مرض الهيموفيليا الولادي إكمال فحوصاتها الطبية والاستشفاء في مركز أمراض الدم الوراثية بعد افتتاحه في البصرة مؤخراً. كنا قبل بذاك المركز، المركز كان قاعة يعني للرجال وقاعة للنساء، يعني أكثر من تقريباً 20 أو 30 سرير هو اللي بيها، فالبريد ما يرتاح وهوسه وضك يعني مثلا ضيق النفس وكذا وهاي. فهذا هنا بهذا المركز، المركز واسع كبير يعني، يعني الغرفة بها سريرين، يعني المريض مرتاح وهدوء. وتتزايد أعداد المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية بشكل لافت في العراق، لا سيما فقر الدم المنجلي والبحري والهيموفيليا، فيما أكد مختصون أن أعداد المسجلين من المصابين بتلك الأمراض في محافظة البصرة فقط يصل لأكثر من 8000 مصاب. محافظة البصرة تطنها تقريبا نصف المرضى المصابين بأمراض دم وراثية على مستوى العراق، مثل أمراض دم الفقر الدم المنجلي والبحري والهيموفيليا وغيرها. المركز طبعا يقدم خدمات لأكثر من 8200 مريض مسجلين به، وطبعا للأسف هذا العدد يزداد شهريا بسبب ولادات جديدة تحمل هذه الأمراض الوراثية. حكومة البصرة المحلية التي شيدت المركز هذا أكدت أنها تعمل على استكمال مراحل إنجاز المختبرات الخاصة بزراعة نخاع العظم للمرضى المصابين بأمراض الدم في المركز ذاته، بالإضافة إلى تشييد عدد من المستشفيات الأخرى في جميع أقضية ونواحي المحافظة. هذا المركز أيضاً افتتح اليوم، هو يعتبر المركز الأول على مستوى العراق بأمراض الدم الوراثي بإمكانيات متطورة بعدد أسرة متكاملة، بعد ما كان أن المركز محصور في مكان ضيق. وتتزايد أعداد المرضى المصابين بأمراض الدم بحسب ما يؤكد مختصون نتيجة تزاوج الأشخاص الحاملين لمسببات المرض الوراثية فيما بينهم، بالإضافة إلى عدم التزام المقبلين على الزواج بالفحوصات الخاصة، الأمر الذي يؤدي لولادة أطفال مصابين بالأمراض الوراثية. وزارة الصحة وبحسب المتحدث الرسمي لها سيف البدر قالت إن الزواج خارج أطر المحكمة أسهم بانتشار أمراض الدم الوراثية في العراق والبصرة تحديداً على نحو واسع، فيما تستمر الوزارة بإقامة ورش وندوات تثقيفية بالاشتراك مع الوقفين السني والشيعي ومنظمات المجتمع المدني ومجموعة من شيوخ العشائر للتعريف بالعوامل المسببة لهذا النوع من الأمراض. نجاح العابدي، الحرة، محافظة البصرة.